ان شاء الله بنتكلم عن لحام الاوكسي استنين. لحام الاوكسي استنين بيعتمد بشكل اساسي على الحراره الماديه اللي هي عن تفاعل الاكسجين بغاز الاستيلين. بيبقى التفاعل الاكسوثيرميك بينتج عنه حراره عاليه جدا. الحراره دي انا بستخدمها في عمليه اللحام وعمليه برضه القطعيات. كذلك زي ما قلنا في لحام الاوكسي الكهربي بيبقى عندي درجات حراره عاليه، ممكن استخدم اللحام ده برضه في القطعيات، بس لو انا عايز اعمل قطعيات سريعه مش مهتم قوي بشكل كبير. خلينا في لحام الاوكسي الاستيلين، هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من اسطوانه الاكسجين واسطوانه الاستيلين. اسطوانه الاكسجين ساعات بتكون لونها اسود او ازرق، واسطوانه الاستيلين ساعات بتكون لونها اسود او احمر. ده بيختلف من شركه مصنعه للثانيه، ولكن اللغه الثابته عند كل المصنعين في كل انحاء العالم ان الاكسجين بيكون في الاسطوانه الطويله الرفيعه، والاستيلين بتكون في الاسطوانه القصيره الادخن شويه. بالنسبه للضغوط اللي بتكون موجوده هنا، بيكون عندي ضغوط عاليه جدا. انا اصلا الاسطوانه ديت بتشيل لحد 250 بار. 250 بار ده يعني حاجه كبيره جدا. انت بيكون لو انت عندك بالونه ضغط فيها يعني عالي بمقدار بسيط جدا وسبت البالونه بتلاقي البالونه بتندفع. فبالك انا دلوقتي عندي اسطوانه فيها 250 بار. لو انا طلعت الضغط ده على طول منه للعمود للخرطوم لترش اللحام اللي انا بستخدمه، مش هقدر اتحكم فيه من قوته، فطبعا هتكون كارثه. لازم يبقى فيه الجزء ده اللي هو الجزء ده بيتسمى بريشر ريجوليتور. البريشر ريجوليتور ده هو بيمتص الصدمه، بيمتص صدمه ال 250 بار وبيطلعها لي فائق ضغط بسيط انا اقدر اتحكم فيه واطلعه بيكون قريب من كميه الضغط الجوي. فبيكون فيه بريشر ريجوليتور على اسطوانه الاكسجين وبريشر ريجوليتور على اسطوانه الاسيتيلين. كل واحده بيكون عليها بريشر جيجز لازم تكون عيني عليها على طول علشان اشوف مناسيب الضغط بالنسبه للاكسجين وبالنسبه للاسيتيلين، وابقى عارف امتى الاسطوانات دي محتاجه تتملي من جديد. بيبقى طالع منهم الخرطومين، الخرطوم الازرق بيكون خاص بالاكسجين والخرطوم الاحمر بيكون خاص بالاسيتيلين. بعد كده بيكونوا داخلين على الترش بتاع اللحام، او ساعات بيتسمى بوري اللحام، او برضو ساعات بنسميه لمبه اللحام. بيكون في عندي هنا محبسين بنسميهم نيدل فالف. نيدل فالف ده للتحكم البسيط، التحكم البسيط في درجه اللهب اللي بتكون طالعه من ترش اللحام ده. اللهب بيكون عندي ثلاث انواع، في لهب بتاكسد يعني الاكسجين فيه كتير يعني درجه الحراره بتاعته عاليه جدا، واللهب ده بيكون مركز وقصير، انتوا هتلاقوا الاشكال بتاعتها موجوده عندكم في الكتاب. وفي لهب متعادل بيكون نيوترال، بيكون اكبر شويه، واللهب اللي هو الخفيف المغطي اللهب المضيء قوي اللي جوه بيكون اكبر شويه، وفي اللهب اللي هو المختزل بيكون اكبر منهم هما الاثنين، وبيكون متقسم على ثلاث الوان. ده لو الاستيلين اعلى. زي ما قلنا في الاول ان احنا ساعات بيكون عندي قطعيه وساعات بيكون عندي لحام. ديت بنسميها لمبه قطعيه، يبقى ديت بنستخدمها في القطعيه. ليه؟ لان ديت فيها ثلاث مسارات، اثنين للاكسجين وواحده للاستيلين. يبقى ديت علشان تطلع لي درجه حراره عاليه بتستحمل درجات حراره عاليه، فبالتالي بستخدمها في القطعيه. انما اللمبه اللي انا بستخدمها بالنسبه للحام، عندي اللمبه دي بستخدمها بالنسبه للحام بتكون اصغر شويه، داخل لها واحده اكسجين وواحده اسيتيلين. تمام؟ ده كده بالنسبه للحام الاوكسي اسيتيلين. برضه هنبص سريعا على احد انواع اللحام بالضغط اللي هو باستخدام الحراره، اللي هو الجهاز ده بنسميه سبوت ويلدنج. برضه طالما ليه فيشه كبيره ديت يبقى الجهاز ده بيشتغل 3 فيز. الجهاز دوت فكرته ايه؟ بيبقى عامل زي الدباسه كده بالظبط. بتدخل له كهرباء والكهرباء بتمر ما بين الجسمين، والجسمين انا بحطهم هنا وبقوم ضاغط عليهم واقوم ضاغط عليهم كده بيمر فيهم كهرباء، فبالتالي بيبقى في حراره عاليه، ومع الضغط فبيبقى عندي ضغط وحراره، فبيطلع لي اللحام بتاعي بيكون في شكل سبوت، عشان كده سميناه سبوت ويل. ببدا اشوف انا الجسمين اللي انا بلحمهم دول عاده بيكونوا تو شيتس، بشوف القوة اللي هي متعرضة ليهم قد ايه، وبشوف السبوت الواحدة تستحمل اجهاد قد ايه، واشوف عدد السبوتس اللي انا محتاجها واقوم اديها للحام بتاعي. ده كده بالنسبة للسبوت ويلدنج، انا مش عايزك تعرف عنه اكتر من كده، واتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا لكم، السلام عليكم.